في أول إبيزود دخلنا في موضوع تكنيك شوي يخص لي جوار ولي بروفيسيونيل متاع الدومين. المرة هذه باش نطرحوا مشكلة تخص الكوميونيتي الكل، شنو هي علاقة الجيمينج والإيسبور في تونس؟ تحسنا دخلنا في حرب سي معرفتها كيما الدولة خذت الاستقلال متاعهم بعديكم اللي كانوا زوز يخدموا بعضهم كي ولات الدولة متاعهم كل واحد ولا يحب ياخذ السلطة ويتعاركوا هكاك بالضبط. Ceux qui sont dans le e-sport, c'est plus des killers. I don't give a fuck. I'm not in the game. I'm not interested. I'm not in the real life. I'm not in the game. 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 قبل ما نزيدو نقدمو خلينا نرجع للباز، شنو الفرق بين الجيمينغ والإيسبور؟ Two heads of the same dragon. أما يعني الجيمينغ هو يعني games مثلا أنا I play Kingdom Hearts وقت اللي في الفري تايم متاعي. الجيمينغ اللي أنت إنسان مغروم بالجيمينغ، تنجم تكون تلعب برشا، تنجم تكون تلعب شوية، أما تعرف الجديد الكل متاع الجيمينغ. Les gamers, c'est plus de la consommation globale de contenu de gaming, mais c'est aussi tout l'état d'esprit qu'il y a autour. Ça peut jouer plusieurs jeux, ça peut être sur plusieurs plateformes, ça peut tester pas mal de choses. Il t'a ramené blessé, mais il t'a ramené l'histoire, il t'a ramené coché. Amener le phénomène Ludo King, mais c'est un truc de dingue. Tu as le Kawi ou le Hatin Kodem, mais tu as le Kawi ou le Ludo King. Là, tu as le Ludo King, tu as le Free Fight. Dis-moi, je l'ai dit, je l'ai dit. بالرسمي ماهمش لعاب. انت تشد تليفونك تبدا تلعب هذيك بون هذيك قاعد تضيع في الوقت ماكش قاعد تلعب. شنو انت باش تحكي لي فري فاير اكثريتها؟ يعني خويا انا الرفي يلعب في الفري فاير، يلعب في الفري فاير باش يلعب مع البنات. من الاخر. ما تحكي لي حتى حكايه، كونفرساسيون تاع سكايب راهي فري فاير. ريتها جيمنج ولا جيمر راهي برجوليه معناها ماهيش كلمه صغيره، معناها ما نقصروش منها. برجوليه. فهمتني؟ يعني انت باش تقول لي واحد عنده تليفون يلعب في الفري فاير كهو، انت قلت لي فري فاير، باش ما نقولش انا اخترت كلمه فري فاير، فهمتني؟ صحيح، انا بربشتو شويه وحكيت على فري فاير. اما لي جيمرز فيهم دي كاتيجوري، اللي يلعبوا فري فاير وكاندي كراش كاجوال جيمرز. لي جوار كيما دوفي ولا كوميرا هارد كور جيمرز. ومن بعد عندنا البرو بلايرز اللي باش نحكيو عليهم توا. سي دي جون كي سون مصر، سي دي اتليت. تنحي في مخك الجيمينغ وتحط سبور. هو يلعب بالفوت بالكره بالباسكيت بالبوكس بالكوندويت، هذا يلعب بالسوري والكلافي. سو كي سون دون لو اي سبور سي بلوس دي كيلر سي بلوس دي 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 ايكيب دو دو فوالا رانا اون اي دون لا كومبيتيسيون. عندهم ماكله سبيسيال وعندهم ريتم سبيسيال وانترينمون سبيسيال وماتيريال سبيسيال. برا الاي سبور والجيمينغ اندستري دخل في المليارات، ولي تورنوا اي سبور في ليفل اخر، عباره ماشي تتفرج على طرح نتاع الريال ولا البرسا. You came and failed the test, you met the best, expected chest, but got monopoly. I came and bought you out, I knocked you out, I cropped you out with no apologies. It's competitive. Can feel a competition while well, esports. It's a sport. If you're like, let's say, Hatet Lab Mario, and you're competing, I think you're for esports, while Tekken, while Eli Home. تو كي تفهمنا على الفرق بين الإيسبور والجيمينغ، خلينا نرجع للأصول مع الأخ مو. Le gaming a toujours été présent dans la vie tous. Au départ, il était très rare dans la Smeninet ou Fetsainet, enfin, moins rare Fetsainet, mais ça s'est démocratisé dans Aoul Alfinet. Voir ton échange de notion de l'e-sports. Tous les publinets et d'autres internet, ou les labos en ligne. Ou les tomanes qui ont fait des serveurs de Counter-Strike, et les gens qui ont fait des serveurs de la scène gaming de Tunis. Qui ont fait des serveurs et ont connecté à l'internet, ou les labos à serveurs de Tunis. On a fait des serveurs de serveurs de Royal Games ou Tunisia Games. المالي المول نتاع تونسيا جيمز خزروا كي قال مش حال باش نبقاو نلعبوا هكا خلينا نعملوا دي تورنوا كيف البرا اي سي لا و اني لا سي تي جي في قطع قطع قوة
تعاود لو سي تي جي في سيتي كونسي دي لو ديبي لي ا لو اس دبليو سي دونك اللي يربح في تونس يسو كاليفي على كوب دي موند اي سا سا في ان اتري اكستراوردينير 15000 بيرسون سور 4 جور دون 1200 جوار سور 6 ديسيبلين ديفيرنت حاجه ياسر واو تقول ما نعرفش ماشي ليفينمون لبرا في كان صغير فهمتني وما نسافرش برشا فهمتني كلي عرفت تستنى بدقيقه والدرج ابار انك معناها سور بلاس سي تي جي في اللي قبلها كيفاش تبدا ترى في السيبر نتاع حومتكم تملى وتفرغوا عباد تترين واللي جايب السوري نتاعو كلافي وتبدا انت تبدا تلوج وتبدا كيفاش تحب تمشي تلعب وتلوج في تيم وتعمل فهمتني دونك بروميير اديسيون 2005 كوميم 250 جوور و 1200 سبيكتاتور 2010 اون فولي ريفينير ان فورس مي جونغ ان موا افون لو زول في سي انولي لي ليسونس اون ايتي ريتيري لي سبونسور دونك دو كو ما تبعوش و سا سي اريتي لابا En tout cas, ce qui est plus important, c'est le fait que la compétition est là pour le tennis et le gaming. Ou les événements, à l'époque, où il y a la Cité des Sciences, où il y a la Cité des Sciences, où il y a l'Acropolium, où il y a la Cité de l'Ukraine, où il y a 5000 visiteurs. Après le CTJV, les événements de gaming sont tous les deux. Ils sont tous les deux. Nous parlons des événements de TAG, GNG, Comic-Con et d'autres événements. والغادي كاين شركات بالحق بدات تحط في انتريك كبير في الجيمنج لي زاكسيون كوميرسيال في السيب تلقاهم موجودين يجيبوا لي جيمر باش يجربوا نعطيك ماركت نحكيو على لو نوفو نحكيو على ديل اللي رجعت على انوير نحكيو فما برشا ماركت كي سوسون رياكتيفي على الجيمنج في وقت اللي راقدوا مدرا قدام من سنين La mode des événements a été relancée, les événements gaming. Même si Marat Chkadin Choufi Barch événement net Grasshoppers, des événements rares, Chkadin cette année ou temporairement fait des événements kbar. D'accord, le sponsor, qui est HP, qui est Orange, Hata Telecom, Khidmet, Barch Chériquet, Hata sur le marché. Ou Akter Wahad, MT HP, Amt événement Wahada. يعني عملت لو ام جي الاول لو ام جي الثاني تحط ماتيرياليتي راه دخل العباد الكل تقول اللي ليفمنت هذوكم يعني في الشو تاع اي سبور اول مره تجرى الشو كيما هكاك ايكرونيت وحتى اللايف طياره على الاخر خذي اون بوبيلاريتي كبيره برشا في تونس على خاطر سان تورنوا اللي لعبوا كون لين واللي من بعد يعطيك ان شو اللي عمره ما شافه في تونس من لو ام جي تعدينا البيست اوف 3 الفكره نتاع البيست اوف 3 جيت من الكولابوراسيون تاعي انا و ويش وكيميراما مع اون اجونس اللي نصور تعرفوها كيف نقول لكم بوع تعرفوا شنو معناها البوع تعرفوا شنو هي البوع تعرفوا شنو هي استوديو البوع ولي بروجي اللي خدمناهم مع بعضنا وقلنا انه يزينا من سمول سكيل خلينا نكبروا اكثر في ليفينمونسيال. الالوان الكل بالاحمر ما بين الالوان جيمنج اي سبورتس يوتيوب باش طالبين اكثر من هكا. خليت العينه وعرفت علاش كوميتي مريضة يعني من البيست اوف 3 خاطر البيست اوف 3 عرفت التاف معناتها راه ثم كوميتي صغيره في تونس تاع ايسبور فما كوميتي كبيره ياسر تاع يوتيوب وجيمنج اللي فما حساسيه كبيره ياسر بيناتهم يعني تحسنا دخلنا في حرب سي ما عرفت كيما الدوله خذت الاستقلال نتاعهم بعديك ملي كانوا زوز يخدموا بعضهم كي ولات الدوله نتاعهم كل واحد ولا يحب ياخذ السلطه يتعاركوا هكاك بالضبط هكاك الببليك واحد تقول انت كراه الاخر ولا الاخرين كراه الاخرين بون انا نعرف وقتها قعدت حضرت معناتها قبل ما نلعبوا البارتي نتاعنا وقتها قعدت مع اصحابي معناتها من جماعه لي سبورت في الببليك بون يسبوا صحيح حكايه ديبيل معناتها ماهيش حكايه معناتها مش بونتو معناتها جوست خاطرك تبع في السيد هذاك راني بونتو فيك وانا سبورت بلاير ما يهمنيش لا لازم تقولوا ثم ليدرز نتاع كوميونيتيز رايت سو ثم عباد ذات يو جيت تو ذا كوميونيتي ثرو ذم Community metal gaming. Who had like the control over the community metal gaming? It was the team. Like, well, you want to get to the community metal gaming. The team was basically in control and full control of the community metal gaming. ديجا معناها يظن فما شهر ما صارتش في فاز في اخر جانفي بدينا نخدموا على التورنوا في فيفري عملنا التورنوا تاع البوب جي شكون تفرج فيها التورنوا تاع البوب جي؟ عزبتهم ولا التورنوا؟ نعاودوه ولا؟ بعد البيست اوف 3 ليزيفينمون بدا ينقصوا بوبليك زاد لان السنه 2019 ما عملنا حتى ايفينمون كبير تخش علينا رجعنا 15 سنه لتالي ولا اكثر
قبل السي تي جي في. كي وكيما تاويك نقول لك تونس خذت الاستقلال، المغرب هربت علينا، مروك هربت علينا. في تونس وحدنا قاعدين نعبروا، كنا نعبروا وحدنا في الشيره نتاعنا اللي عندها فيمرات كبار وكل شيء. تونس بريود نتاع صحراء كبيره على الاخر. في الابيزود الجاي باش نحكيو على المشاكل اللي وصلونا للبريود نتاع الصحراء هذه، نزيدو نفهموا اكثر المشاكل نتاع الاسبور ونتعرفوا على جوارات التوانسه كيما قاعدول ريمايند ويوري.